السلام عليكم. في مثل هذا شهر من السنة الماضية انعقد الجمع العام لفريق أولمبيك خريبكة، لكن بدون تقرير أدبي ومالي وبحضور ممثل عن السلطة المحلية والجامعة الوطنية، لكن كان بدون تقرير أدبي ومالي بدعوى أن الخبير المحاسباتي كان في عطلة. بخصوص تقرير مالي الإخوان، كما تعلمون جميعا وقد تعذر التأشير عليه من طرف الخبير المحاسباتي، وذلك بظروف إعلامية خاصة به، وبالتالي سيتأجل مناقشة التقرير الأدبي والمالي إلى أقرب جميعا. الآن وبعد مرور سنة نطرح معكم السؤال مجددا، هل عاد الخبير المحاسباتي من عطلته؟ صدق من قال: من صحت بدايته أشرقت نهايته. تصبحون على واقع أفضل.